سكنات جديدة ذات طابع عمومي اجتماعي إيجاري تتوفر على ضروريات الحياة شكلت بعدد تجاوز 2470 وحدة وزعت على مستحقيها بولاية معسكر. الحمد لله يا ربي اللي ربي فرجها علينا، كنا مغبنا 23 عام وانا برا مغبنا. خويا مسكين كان مغبون شحال من عام وربي يفتح عليه عقوبة الباقي إن شاء الله. صبرنا ولنا مرها للباقيين. حفل التوزيع تضمن تسليم المفاتيح وشهادة الاستفادة، وهي المناسبة التي كانت مرفوقة أيضا بتسليم 600 إعانة للبناء الريفي. عمل التوزيع كبرى تعرفها ولاية معسكر بتوزيع أكثر من 1543 وحدة سكنية موزعة على 3 بلديات، بلدية معسكر، بلدية مطمور وبلدية غريس. اليوم وزعنا 2471 سكن من بينها 600 سكن ريفي، هذه كمرحلة أولى، ستتبعها إن شاء الله حصص أخرى، حوالي 3000 سكن ستوزع قبل نهاية السنة الجارية إن شاء الله. الأحياء السكنية الجديدة شكلت لمسة جمالية من خلال إرفاقها بمساحات خضراء وفضاءات للأطفال.